بسم الله، هاخد درس بسيط جدا عن جوجل مابس. زوم، الزوم ازاي نكبر او نصغر الايه، increase or decrease zoom value، ازاي نصغر او نكبر قيمه الايه، الزوم قرب او بعد الايه الماب. احنا طبعا بنقدر نعمل increase or decrease zoom value من خلال ان احنا نغير القيمه بتاعت الزوم بس، مش اكتر من كده، وبناء عليها القيمه بتتغير في الشكل. يعني لو جينا هنا كده في المثال بتاعنا كنا عاملين زوم 13، انا هوريك زوم 13 قبل ما اعمل ريفريش. ادي الزوم 13، لو عملنا كده بيست تاني هنا برضو على 13 صح كده. تعال نغير ده مثلا نخليه زوم 6، تعال نعمل ريفريش في الثانيه. لاحظ لما نزل الزوم بدأ يجيب لي تفاصيل حتى في الماب. شوف الفرق كان هنا مش فيه تفاصيل كتير، هنا بدأ يخش معايا الأردن وسوريا وعمان وفلسطين وكده، يخش معايا بشكل أوضح. خلاص في زوم 6 لو جيت عملت كده مثلا وخليت الزوم ده مثلا 10، عايز اوريك الفرق. زي ما احنا شايفين كده بدأت الصورة تخش بإيه؟ بتفاصيل أكتر، تفاصيل أكتر. خلاص يبقى لما قلنا 10 يعني هنا كانت هنا باينه مناطق صح، تفاصيل اكتر، هنا كانت اوضح البلاد وكده. فاهمني ازاي؟ لما كنا قايلين درجه اقل من الايه من 10، لما قلنا 10 بدات تخش في ايه، في تفاصيل. لما كنا قايلين 13 دخلت جوه البحيره ذات نفسها، ما بقاش شايفين الايه التفاصيل الخارجيه يعني. فكل ما كانت بره اكتر، كل ما كانت يعني المعلومات اوضح، كل ما دخلنا لتفاصيل اكتر، دخلنا لتفاصيل ايه، لتفاصيل اكتر.